اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش انا اللي بعملها، حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، واحنا محددين يوم الاثنين من كل اسبوع بنعمل الاكل بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال الاتصال على القناه الاولى، وكمان من خلال التواصل من السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي. النهارده مع بعض مطلوب مننا نشوف تفاصيل عمل السينابون. عائله عشان تشتري حبايه سينابون او اثنين او ثلاثه بندفع مبلغ وقدره. حلو، تعالوا مع بعض بمقادير بسيطة جدا وسهلة متواجدة في أي بيت. هنعمل صينية سينابون كبيرة 20-30 واحدة، نعزم الحبايب ونعزم القرايب. هنشوف نعملها مع بعض ازاي وايه تفاصيله من خلال الحلقة بتاعتنا ان شاء الله. معانا فراخ النهاردة مشوية، كله بيسأل ايه اللي هو التشيكن على جريل، يعني ايه فراخ مشوية على الجريل؟ ولو مش موجود جريل ما ناكلش فراخ. طاسة السمكة بتاعتها تكون قوية شوية، تقريبا 5 ملي علشان تبقى تدي درجة حرارة عالية جدا، تسخن وهنتبل الفراخ ونشوها مع بعض بتتبيلة بسيطة من المستردة أو حبوب الخردل، لأن أنا بحبه في تسوية الفراخ لأنه كمان بيحرق الدهون وبيساعد على التخلص من الكوليسترول. معانا الرز بلبن النهارده، كلنا لغايه دلوقتي معانا مشاكل مع شويه رز بلبن حلوين دخل علينا الشهر الكريم، طبق سحور انا شخصيا بحبه بالمكسرات. الرز يا شيف مغازي معانا ما بيستويش جامد، الرز بتلاقيه حبه وحبه، الرز باللبن يطلع من الثلاجه مصيص مش زي بتاع المحلات اللي بره. انا هخليك تعمل الرز بلبن النهارده يبقى له قوام بره الثلاجه وجوه الثلاجه. تفاصيل كتير في الحلقه بتاعت النهارده بناء على رغبه حضراتكم من خلال التواصل على السوشيال ميديا والاكلات اللي بتطلبوها احنا بنعملها يوم الاثنين من كل اسبوع. اوعوا تروحوا جايين، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا تفاصيل الحلقه هتمشي ازاي، خط سير الحلقه يعني. عندنا عجينه سينابون عشان المفروض نعملها، بتاخد مراحل تخمير، والسر في نجاح السينابون ان يعدي على مراحل التخمير درجه درجه، يعني بعد ما نعجن العجينه تقعد لها تقريبا ساعه لانها فيها ماده متخمره زي البيكنج باودر والخميره اللي احنا بنستخدمهم مع بعض، وبيدخلها بيض طبعا. هنستاذن فريق العمل نشوف مقادير عجينه السينابون بتتعمل ازاي. دي بتختلف من مكان لمكان، ولكن اساسياتها يكون فيها بيكنج باودر وخميره وبيض. تقدر تحطيها حليب دافي او ميه دافيه في العجينه حسب الرغبه. المقادير على الشاشه، حلو قوي. 5 كوبايات من الدقيق او 4 كوبايات بياخدوا 4 معالق من الزيت في العجينه، بياخدوا خميره فوريه معلقه مع معلقه سكر عشان الخميره تشتغل، بيكنج باودر معلقه صغيره، بيضه للمقادير. بنعجن العجينه بتاعتنا بمساعده ميه دافيه او حليب دافي حسب الرغبه او حسب الدسامه. تقدر تخلي الزبده تشارك في العجينه بدل الزيت، مفيش مشكله. تعالوا طبعا العجينه معانا جاهزه زي الفل، عشان نعمل العجينه في الوقت بتاعنا ده مش هيسعفنا طبعا. فتعالوا نشوف العجينه مع بعض بعد المرحله الاولى من التخمير. اللهم صل على النبي، فرحان بيها. تلاقيها ملت الكسروله كده، ما تقلبهاش بيدك، شيليها على طول عشان نبدا نفرتها مع بعض زي الفل اهي. بناخد العجينه دي يا عم الشيف، نقدر ان احنا ناخد منها نصها ونبدا ان احنا نفرتها على البلانشه بتاعتنا، او نفرتها على الكاونتر بتاعنا او الرخامه او الطبليه اللي انت بتعجني عليها حسب الرغبه. الحشوات بقى، البعض بيحشيها زبده مع سكر بني. طب انا اجيب السكر البني منين يا شيف مغازي؟ مفيش في المنطقه اللي انا فيها. ريحي نفسك، هتجيبي معلقتين سكر الابيض بتاعنا العادي ده وتحط عليه معلقه عسل اسود بقى سكر بني وريحت راسك. ايه رايك؟ كده وفرت عليكي، ممكن يكون سعره غالي شويه. هناخد نص العجينه دي كده، واقول لك على علامه حلوه تعرفي ان العجينه خدت السوائل بتاعتها واتخمرت ازاي. اول ما تفتحي العجينه كده نشوف المسام بتاعتها، بتبقى عامله زي الكيكه. شفت المسام؟ جيبها لي يا شفيق الله يوفقك. اهي المسام بتاعت العجينه بالشكل ده كده. دي مكوناتها كالاتي، اكتبوا ورايا: 4 كوبايات من الدقيق، بياخدوا 4 معالق من الزيت، معلقه خميره فوريه مخلوطه بمعلقه سكر وميه دافيه ونسيبهم على جنب، معلقه بيكنج باودر صغيره بتتحط على الدقيق. بنعجن العجينه بتاعتنا وبعد كده بنسيبها نص ساعه بالشكل ده كده. هناخد دي كده نفرتها مع بعض. حلو الكلام؟
حلو الكلام، نشابه وشويه دقيق زي الفل. ايه الحشوات بقى؟ ممكن الزبده مع السكر البني، ده بيخش جوه العجينه بتاعتنا، احنا عارفين البعض بياكلها ويحب ياكلها بعين الجمل، انا بحبها بعين الجمل وسكر الكراميل اللي بتبقى حلوه. البعض بيحبها بكريمه السكر اللي هو السكر البودر، بياخد شويه حليب يبقى نازل زي الكريمه كده على السينابون. البعض بيحبها بالتوفي، البعض بيحبها بالشوكولاته، حسب الرغبه. لازم العجينه دي تتفرد بشكل مستطيل، يعني 30 في 60 تقريبا. حلو الكلام. ليه يا شيف 30 60؟ علشان لما نلفها تدينا تقريبا 10 قطع من السينابون. وتلاقي تخلي العجينه رقيقه جدا. ليه يا شيف؟ علشان احنا هنلفها رولز بعد الفرد. تليفوناتنا على الشاشه للتواصل والسؤال واحنا شغالين مع بعض. هتتعبي شويه فردها مفيش مشكله. ودي بتتعمل شو في المحلات بتاعت السينابون، بتلاقي الراجل الشيف واقف بيعملها قدامك كده وهو شغال، بيبقى عنده جاهز طبعا، فهو بيعمل شو علشان يفتح نفسك وتشتري. العجينه بالشكل ده كده تتفرد. واقول لك على سر كمان، تدعي لي. عيني. حاضر. دايما العجينه بعد التخمير ما تخلطهاش بايدك ولا تقلبيها ولا تعجنيها تاني عشان تساعدك في الفرد، ده مهم جدا على فكره. اللهم صل على النبي. زي الفل. نبدا ان احنا بقى نقطعها بشكل مستطيل. دايما بتشكلي العجينه بعد الفرد المعلومه، في معلومات كتير بقولها جوه تفاصيل الحلقه، ركزي فيها دي هتعجبك قوي. حركي العجينه من مكانها وخليها تاخد على وضعها. ليه؟ لانك انت لما تقطعها دلوقتي هتلم منك، لان الفرد بتبقى ماسكه في الايه؟ في الرخام. تلاحظي كده هي خست شويه. ده مهم جدا، ده بيجي بالخبره بقى. حلو الكلام. العجينه معايا زي الفل اهي، اخد شكل مستطيل كده. والعجين ده ما يترميش على فكره، تقدري تستخدميه تاني، بتلميه على بعضه وتسيبيها على جنب لمدة 15 دقيقة، وتقدر تفرديها زي ما انت عايزة، ما تفرديهاش على طول عشان مش هتساعدك في الفرد. حلو قوي، زي الفل، سهل خالص. السينما ليه نشتري من بره؟ الله. حلو قوي. نشيل العجينة دي نخليها على جنب خسارة. التبذير احنا مش معاه. هتفي تعمل لها 2 3 دي على فكره، سيبها بس على جنب كده 10 دقايق، هتفردها زي ما انت عايز. معانا زبده، اللهم صل على النبي، ومعانا سكر بني، ومع السكر البني ده شويه قرفه. حلو الكلام. حلو الكلام. وهناخد السكر البني مع الزبده والقرفه ونفرده على العجينه. بس للامانه ده مش سكر بني، وانا صادق وصريح معاكم وواضح، ده سكر ابيض حاطط عليه قرفه. حلو الكلام. ده الزبده زي الفل، مش هنحط قرفه تاني بقى خلاص. بس انا اعمل تركايه حلوه كده بجد بجد، هتدعيلي. سنه فلفله حلوه كده، حاجه كده. هو دي بتخش في الحلويات، بتبقى لطيفه قوي على فكره، بتخلي الواحد ياكل واحده واثنين وثلاثه واربعه. نقلب الخلطه دي كلها مع بعضيها ونفردهم على العجينه بتاعتنا. زبده اهو، ممكن تحط شويه حبهان اللي هو الهيل الناعم، جودي بقى وخليك احسن مني. حط شويه مسمار اللي هو القرنفل، ده لطيف وحلو برده في الحشوات، بس انا بحبها بقى على الحبهان، بتبقى حلوه اهو. ممكن تحط مكسرات، فستق، لوز، فول سوداني جوه الخلطه مفيش مشكله. الخليط ده حلو، ناخده كده نحطه على وش العجينه واحنا شغالين مع بعض. بقت عجينه معايا زي الفل يا عم الشيف. حلو قوي. زي الفل. نفرد ده كده. الله عليك يا درش. شفت الجوده كده. انت هتعمله بايه يا شيف؟ بالكراميل. ايه مكونات الكراميل او التركيبه بتاعته؟ زبدة، كريمة لباني، سكر ياخد شكل الكراميل. وانا من الناس اللي بيحبوا السينامون تبقى الحشوة جوه بتاعته قليلة شوية عشان اكل واحدة واثنين وثلاثة، وسنة الفلفلة الحلوة اللي انا حطيتها جوه الخلطة دي تديها شوية سبايسي.
وتخلينا ناكل منها اهو. وكل ما كانت الحشوه قليله جوه العجينه كل ما تخليكي تاكلي واحده واثنين وثلاثه واربعه، التوبنج يعني اللي بخش جواها اهو بالشكل ده كده. نلف العجينه كده بقى اهو، ناخدها بالشكل ده كده اهو. وفرت على نفسي الواحده بتعمل لها تقريبا 30 40 جنيه. خلي بالك دي هتتساب دلوقتي بعد ما نلفها تتخمر تاني. لا يا راجل، اوبا يا نهار ابيض. انا بصراحه بعملها في البيت ما بشتريهاش من بره. حاضر عيني. بس وفرت عليك حاجات كتيره. ليه السينمون ده ما نعملوش في البيت ونعزم حبايبنا واولادي، والاولاد يعزموا اصحابهم في النادي، رايح النادي ياخدها معاه تبقى لطيفه وحلوه. نجيب الصينيه اللي هنرص فيها، وفي طريقه كده ان احنا نحط بيها حبايه السينمون بعد ما نقطعها. خلي بالك دي مهمه جدا. هنجيب السكينه اول قطعه كده مش عايزها بالشكل ده كده. دي لسه هتتخمر تاني تقريبا 15 دقيقه قبل ما تخش الفرن. حط الصينيه دي كده عشان حضراتكم تشوفوها. السينابون هستاذن حضراتكم اقطعها واعمل حركه كده صغيره في العجينه علشان تخش الفرن وتديني الشكل اللي انا بشوفه بره في السوق، ودي مهمه جدا على فكره. حط دي كده كمان وسيبي مساحه للتخمير. بتيجي على كل واحده تمسكيها كده. اساتذه المصورين فرسان التلفزيون المصري. دي مهمه جدا. شفت انا بسيبها كده، دي اللي هي الحته الاخيره بجيبها من تحت كده واجي جاي كده واحطها بالشكل ده كده اهو، واجيب اطراف ايد عاملها كده تبقى زي الزهره. تاني اهو اهو عيني اهو 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 ارجع اهو حلو اللهم كده اهي تحت منها زي الفل، واحطها هنا كده اهو. الحركه دي مهمه جدا وتتخمر بالشكل ده كده. تاني اهو بالشكل ده كده واحطها كده. سيبوني انا بقى ايه اشوف الفلاورز بتاعي الحلو ده كده او الفلاور بتاعي كده بالشكل ده كده، واعيش معاه شويه علشان ياخد مرحله تخمير تقريبا 15 دقيقه، وبعدين ندخلها الفرن ونحط عليها التوبنج اللي احنا حابينه. ممكن يكون كراميل، ممكن يكون توفه، ممكن يكون سكر، ممكن تكون شوكولاته. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه اللي حصل في الفاصل؟ خدنا بقيه العجينه، شفنا مع بعض رصيتها في الصاج بتاعي، وهاخد بعد كده واخد الاساتذه المصورين حبايبي ونخش جوه الفرن. احنا قلبنا جامد بنخش النار ما يهمناش اهو. بدات العجينه تعيش. فرنك لازم يكون درجه حرارته 180، كانك بتخبزي كيكه. بتحطيها في ارضيه الفرن على فكره عشان العجينه تاخد الشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده كده اهو. شفتي ورده بتتفتح في قلب الفرن. هنقفل الفرن زي الفل. طيب خليها تاخد وقتها عشان كده انا بدات بيها. خلونا مع بعض نعمل صوص الكراميل اللي هنزوق والتوبنج بتاع السينابون اللي في الفرن. حلو الكلام. طاس على النار شديده الحراره بالشكل ده كده. حلو الكلام. هنحط فيها سكر. سكر ده يشيل تقريبا كوبايه. حلوه. ونسيبه على النار كده ونشيل دي من هنا عشان نوسع لنفسنا شويه. حلو. تعالوا السكر الكراميل يطلع معانا. خلي بالك من المرار وربنا يكفينا شر المرار. يتقلب كده عشان يطلع معاك بسرعه واحنا شغالين. سؤال على السوشيال ميديا، ينفع نعمله بالعسل؟ ينفع بالعسل الاسود، بالعسل الابيض، مفيش اي مشكله. المطبخ له دستور وله كلوكا واحد خالص زي ما تحبي. التوبنج بتاع السينابون اساس العجينه اللي انا عملتها. التجويد بقى والحب ده بيجي من حبك للمطبخ ومظهرك الجميل في المطبخ، انك انت توري لاولادك انك بتحبيهم، توري لجوزك انك بتحبيه،
عسل اسود مره، عسل ابيض حلو مره، تعملوا له الشربات انت بايدك الحلوه، تجيب الفراوله تعمليها تقعديها يعني تدمسيها على النار وتحطيها توبنج تبقى لطيفه وحلوه، يعني تجيب الفراوله تضربها في الخلاط وتصفيها وتحطيها على نار مع معلقتين سكر وعصره ليمون تبقى لطيفه زي الشربات كده تبقى حلوه. انا عيني طبعا على الكراميل عشان السكر ما يمررش هنا، عايزه ياخد اللون البراون الجميل الحلو عشان انزل بالزبده والكريمه اللباني. التقليبه دي مهمه جدا. ما سيبوش هو ياخد لون براحته، خد لون هيسود منك ويمرر منك. السكر بيطلع اهوت زي الفل، نار شديده. الكراميل بيطلع معايا زي الفل اهو. خلينا نطلع بالكراميل بس، ده مهم جدا اهو عشان النار. الصوص ده مهم جدا، سيبيه على النار، هو بياخد لون، بياخد لون اهو. وتقلبي دايما، عندك بيبي بيعيط معلش يعني، الحاجات دي مهمه جدا، الباب بيخبط معلش، جوزك بينادي عليكي معلشين، قولي له بعمل لك حاجه حلوه اصبر عليا، هو ده مهم اهو. السكر بالذات هو بيتولد كده والكراميل اهو، لان هتسيبيه اهو ارفعيه من النار ورجعيه تاني، بس لما تيجي ترجعيه تاني هيكون ايه جمد معاك، خلي بالك اهو. الحاجات دي مهمه جدا، خد لون، ننزل بيه يا عم الشيف بالزبده والكريمه اللباني الاثنين مع بعض اهو. ادي الزبده بتاعتنا حلو، سيح الزبده اهو، شفت الجو ده كده اهو، ننزل بالكريمه اللباني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي اهو 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 اهو. الكراميل بتاعي كراميلا التوفي اهو اهو، الله الله على القوام اهو. ننزل ببقيه الكريمه اهو اهو. السينابون حاسس كده بيقول في حاجه بتتحضر لي بره، في مفاجاه بتتحضر لي بره، بيحس. نشيل ده من هنا كده ونسيب ده ياخد غلوه على النار. بس التركيه الاخيره اللي عمل صوص التوفي ده كده، نسيبه يغلي على النار هيديني قوام. القوام ده طبعا مرفوض تماما ان انا احطه على السينابون، ما ينفعش، فلازم ياخد هنا معلقتين نشا مخلوطين بميه او حليب، مش هحطهم دلوقتي غير لما ده يغلي. خلونا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف الانتاج بتاعنا. سينابون في الفرن هياخد توبنج الكراميل للحظه ولاده الكراميل. شفت القوام ده كده لون العسليه اللي احنا بنشوفها، شايفين اللون ده كده قوامه تقل معاكي، بتخفيه شويه حليب زي الفل. شايف القوام ده كده فله. تركيبته ايه يا شيف تاني؟ ده سكر قلبناه على النار ادالي اللون البراون بتاعنا. شفنا عجينه السيبون معانا شفيق مخرجنا الجميل، الله يوفقك، الله حلو قوي. تمام، هنبدا نرصه في طبق دلوقتي وننزل عليه بالصلصه الحلوه دي كده زي الفل، نخفها شويه. قيمه غذائيه عاليه جدا، مكوناته سكر. هتقولي لي ممكن يتعمل بالعسل؟ العسل بقى مش محتاج كل التركيبه اللي انا عملتها دلوقتي، حط عسل بس وخلاص، يبقى السينابون بالعسل واحنا شغالين كده زي الفل. نبدا نرص معانا السينابون في طبق التقديم اهو. حلو قوي، ناخد ده هنا كده يا نعم حبيبي حبيبي اهو. واحدة اتنين تلاتة اربعة، عايزة تحط شوية عين جمل على السينابون ماشي، دي بتاعتك. تحط فول سوداني مش عايزة تكلفي جامد، مفيش مشكلة. حلو اهو بالشكل ده كده هي بتطلع لوحدها. ورقة الزبدة بتساعدك في انك انت تعملي كب كيك، تعملي سينابون زي الفل. تمام، هنحط عليه التوبنج دلوقتي في الصغيرة والكبيرة. الصغيرة خلال الأطفال اهو، دي أساسها موجودة عند محلات السينابون. بتشوف انت بقى شكل سكر مخلوط بودر مخلوط بحليب، بتشوف الشوكولاتة محطوطة، بتشوف شوية عين جمل اللي هو البرزنتيشن يعني. ده تمام زي الفل. بناخد الكراميل بتاعنا اهو، نسقطه كده عليها زي الفل. تمام، حلو قوي.
والله يا شيف مغازي انا بحبها بالعسل حسب الرغبه. الله الله. طبعا بينزل وهو سخن على السينابون، والسينابون لازم يكون سخن كمان عشان الصوص ينزل جوه العجينه بتاعتنا. كريمه لباني، زبده، حليب، سكر، عندك شويه مكسرات حلوين، ده معايا لوز، يا مزاجك اللوز كده، شويه جوز الهند، ده طبق السينابون حلو كده بتقدميه هديه لضيوفك وحبايبك. نقدم الفراخ بتاعتنا. حلقه النهارده فيها شويه شغل، فيها شويه تفاصيل. انا اختصرت طبعا الوقت في العجينه طلعت جاهزه، هكرر تاني العجينه اتعملت ازاي. 4 كوبايات من الدقيق، خدوا معلقه خميره، معلقه سكر، معلقه بيكنج باودر، بيضه او بيضتين صغيرين زي الفل، وبنعجن العجينه يا اما بميه دافيه يا اما بحليب دافي عشان العجينه تطلع معايا بسرعه. بسيبها مرحله تخمير نص ساعه، بعد كده بفرتها واشكلها زي ما انا عايز. بواقي العجينه بتخليها على جنب، الحاجات دي مهمه جدا، وتقدري تفرديها مره واثنين وثلاثه. التوبنج بتاعنا عملته كراميل، تقدر تعمليه عجينه السكر، تقدر تعمليه شوكولاته، تقدر تعمليه كاكاو، تقدر تعمليه وايت صوص اللي هو الصوص اللبن بتاع الفانيليا اللي هو عباره عن نشا وحليب وفانيليا بس حسب الرغبه. مكسراتك زي ما انت عايزه انت ودرج الثلاجه اللي موجود عندك. تفاصيل صغيره ولكن بتغنيك عنك انت تاكلي حاجات من بره كتير، واولادك ياكلوا من ايدك، لان احسن شيء في الدنيا كلها الام لما تشوف ابنها بياكل من ايديها ويستطعم الاكل ويقول لك تسلم ايدك يا مامي. رؤيا فن ابداع، بنرضي كل الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، بنحوش كل الاسئله وبنعمل عمليه فلتره ليها وبنجاوب عليها عملي يوم الاثنين. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.